إخوان السلام عليكم، مرحبا بكم في ميكانيك دياغنوستيك مراكش. كما العادة معكم أتمنى عباسي في فيديو جديد الأوديس. هنا عندنا تيكوان 2013 موتور سي اف اف بي 2 لتر جيوان الطومبيلاجين بيان سيغ. هنايا بغينا نديرو هاد الفيديو على كيفاش تنديرو لي تيست اكسيون. فيديو راه الفيديو تصور والصوت يلاه غادي يلاه دابا تندير الصوت، حيت تيكون عندي الصداع، تيكون عندي بزاف ديال عندي دي زوبستاكل. الناس تيكون عندي تيهضرو، تيكون فهمتي يجي شي واحد يسولك، تيجي تنكتش مقدر نهضرو فهمتي كيفاش، ما تجيني تجيني قاصح مقدر نهضرو حدايا الصداع، متنحمل الصداع. على بالك غادي نصور فيديو على الموتور ديال الانسيس ديال السيتروين ديال اش دي جي، وبغي ندير دوك لي كونتيني ليه كيفاش. كان عندي شي صداع رهيب، غادي تخيل وصلت الفيديو شي 8 دقائق وما قدرتش نكملو حتى تيكون عندي الصداع، تيكون عندي الصداع وتجيني صعيب تنفقد التركيز. راه كون نحط لكم داك الفيديو وداك الشيء الصوت اللي تيتسمع حدا راه ما شاء الله خرجنا على الموضوع بزاف كاع بزاف كاع، سورتو كان حنا شي دراري تيلعبو الكرة. المهم انا ندير الفيديو دابا، الا لقيت كيفاش غادي ندير الفيديو راه غادي ندير الفيديو نهضر، وانا تندير الفيديو ما لقيتش راه غادي ندير هاد العملية هادي. ونتمنى كلشي يكون واضح ان شاء الله بحول الله. دابا بغي ندير تيست دياكسيون، بغي نقلبو شي كومبوز، بغي نقلبو شي كومبوز كيفاش بالاوديس على فولز باكرا لا مارك. دابا حنا دخلنا البروند كونترول، بغي نمشيو لشي ملتيبليكساج كما العادة، راه هي مشيت كليكيت عليها هما لي كالكيلاتور كلهم كما العادة. كل كالكيلاتور تقدر تخدم عليهم بوحدو ولا تخدم عليهم كلهم بجموعة في دقة واحدة. انا غادي نمشي للزيرو ان يعني من نخدم على الموتور، بغيت تيستي لي كومبوزون ديال الموتور. غادي نمشي للزيرو ان، راه هي القن تانية اللي من الفوق هداك المربع، بغيت نمشي ليها سوغي انت زيرو ان، ها هو كليكي بوطون دروات، بغيت نمشي لفونكسيون اسيستي. فونكسيون اسيستي راه جامعة تقريبا كاع لي زوبيراسيون لي ريكلاج دو باز كلشي يكون فونكسيون اسيستي. انت وين كليكي بتعطيني واحد لا ليست طويلة. المهم انا نمشي للتيست اكسيون دياغنوستيك دي زاكسيونير، هي علاش بغيت نمشي. شتي انت عندنا بزاف لو بومب لاكتيفاسيون ديال لو بومب بيرج ديال لير من الموتور، نمشيو حنا لهاديك راهي دياغنوستيك اكسيونير، نكليكو عليها فوالا، نكليكو عليها فوالا اونتري. هاي هو تعطينا رومارك كونسيرن الفونكسيون، و هاد الفونكسيون هادي تتبيرميتي لينا ناكتيفو كاع لي زاكسيونير لي كاين عندهم علاقة بالكالكيلاتور موتور باش تسوي في الكونترول تاع التيروي. هاي هو تقرا نيميرو تشاسي، و تعطينا انت بزاف ديال لي كومبوز نقدرو ندير لهم جوج ديال لي ليست. عندنا سوبوب ديال روسيكلاج ديال لي كاز، عندنا ريل بومب كاربيرون الكتريك، المهم عندنا الكالكيلاتور فونتيلاتور رادياتور تا هو، وعندنا البابيون بوتونسيوميتر داك اللي لي في 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 هضره طويله، هذا البابيون تا هو في الفولت باغ، والرولي ديال البويسونس كالوريفيك. المهم بغي ندوز لليست لخرى، كاين لي بوطون دروات اللي بغيتيها، بغيت كليكي اللي بغيتي دير لاكسيون بحال مثلا رقم 6 غادي تمشي تكليكي على 6 تما وتبدا ليك الفونكسيون. عندنا الريلي دو بويسونس، قلنا عندنا الكترولوفان ديال ليميتاسيون ديال البريسيون سو ريمونتاسيون، مهمة حتى هي هاجي مهمة وفيها المشاكل هاجي، غنشوفو كيفاش نهضرو عليها حتى هي. المهم انا اليوم هنا درت تيست ديال التيمون ديال البريشوفاج، هي رقم 3 تنظن، هي بنمشي نكليكي على رقم 3 تما هو دوزني لوبيراسيون ديريكت هاديك التيمون واش بغيت واش كتشعل ما كتشعلش في الطوموبيل. هاي رقم 3 قرا معايا تيمون طون دو بريشوفاج، نكليكي عليها فوالا، وانا غادي ندوز غادي نكليكي عليها. انت بدات دابا بدا لو تيست دابا، انت هي خاصها تكون نورمالمون تكلي هاديك البولا. هاي شتيها الطوموبيل ساكته، لي كونتور واقفين، هاي كتكلني وطي يعني راه خدامه صامخش. المهم هذا اي مثال تقدر تخدم على الريسو باس سو باور ريسيكلاج ديال لي غاز، تقدر تخدم على لي بومبا، تقدر تخدم على لي بومبا ديال لي بومب ديال لي ماسي بلومونتير. انت راه خدامه كدوز دابا صافي، نكمل ندير تيغمي لي كونترول صافي. هو تسولك وتقول لك انت سولت قالت لك واش خدامه، وتقول لها هي خدامه. بعد ما قلتيهاش ما خدامهش تعطيك لي تيست اللي خصك دير، واش خصك تقلب واش خصك دير فهمتي، ندير ليها وي وبات لحنا عطيني لا ليست، تقول لي وتا هما باقي لي تيست الاخرين عندك. انا لو بغيت دوي شي تيست واحد اخر
كليكي على هذاك، راه هو الرقم راه عندك بالجنب، راني كنهبط الارقام، كتكليكي عليه صافي تمشي يجي لك التيست. يما يعطي لك فورم الصوت، هي تتقول لك تصنت لها كاين الصوت، هي تتقول لك شوفها كاين، صافي هادشي اللي كاين. ونفس البرانسيب بالنسبه لكاع لي كالكيلاتور، كاع شاك كالكيلاتور هنايا في هاد الشيء ما ملتيبليكساج يمكن دير هاد المساله هادي فيه، مفهوم؟ هادشي اللي كاين. كما العاده الا كان شي توفيق من الله والملائكه، ولا كان شي تقصير مني من الشيطان، وفي فيديو واحد اخر نتلاقاو ان شاء الله بحول الله. نتمنى كنت تكون مفيد لكم، وما كانش الاطاله. والسلام عليكم ورحمه الله. ما تدخلوش عندنا بالدعوه، ديالكم بالرحمه للوالدين. شكرا على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.